منطقة دكالة وخاصة ولاد فرج ولاد عمران بإقليم جديدة كتشتهر بهواية تربية الصقور. هذه الهواية اللي كتعتبر من أقدم الهوايات في العالم، صنفت سنة 2010 تراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو. الصيد بالصقر لا يلقن، وإنما كتورث الأجيال السابقة للاحقة. هذا شيء موروث عندنا عن أب عن جد، وكان حافظوا على الهواية، ومدام الحمد لله هاد الصقارة حاليا الناس كبار هما اللي موجودين معنا، هما اللي علمونا وتعلمنا منهم هاد الحرفة، وحنا كذلك الشباب كان حافظوا عليها. الحفاظ على هاد التراث كيتطلب العناية بالصقر الطائر اللي كيعيش 20 سنة، كتلزمو عناية من نوع خاص، سواء تعلق الأمر بالتغذية أو بالتعرض لأشعة الشمس أو باللباس. إلا ترست له ريشة سنة عادة كتكمل، ولا ترست له ريشة ما كيبقى لايق الوالو. إلا تنتفت لي ريشة ما كتبقاش تنور، ما لا لاحة، هو كيبدلها من سنة سنة، ولكن إلا تنتفت. وباش تعرفي السقار وهو من النوعية ديال الريش ديال الطائر ديالو، واش سقار متمرن وعنده خبيرة يا بعد السقار. الصيد بالصقر كيتعتبر صيد إيكولوجي، وأنت الصقر هي اللي كتستعمل في الصيد بالنظر لكبر حجمها وتمكنها من تقنيات الصيد. هذا بحري وهذا الوكر، كنقولوا ليه حنايا الخليجيين كيقولوا ليه الوكر، وحنا كنقولوا ليه الفرني. وكاين عندنا نوع اخر سميتو الشاهين. هوايه الصيد بالصقر خصوصيه جعلت من منطقه الدكالة قبل الزوار المغاربه والاجانب، خاصه فتره الموسم السنوي مولاي عبد الله امغار، اللي كتعتبر مناسبه اللقاء بين عشاق ومحترفي هذه الهوايه. كل مرحلة من مراحل إنيغما التحدي كيميزها شيء معين. قانون اللعبة لزم في هذه المرحلة على المشاركين يدوزوا من مكان محدد مع توخي الحذر، سيما أن الطريق في هذه المرحلة ما كانت سهلة. سير سير إلياس، بشوية عليك، بشوية عليك إلياس، بشوية عليك، ما تبقاش تطلع لشي بلاصة. إلياس خافي، هبطة إلياس، هبطة إلياس، خافي شاك كلشي بالي، هبطة إلياس. البعض من المشاركين بقى منشغل كيفاش غادي يوصل لعلبة اللغز، خصوصا أنه لقى صعوبة في تجاوز هاد الصخور الكبرى بسبب الخوف، والكون التجربة هي الأولى، في حين مر منها البعض الآخر بيسر وسهولة. دغتا أمينة ما قدرتش، إلا مشيت غادي فاتي. رجعي رجعي، ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ انا كنقول لك انا دايخه وبغيت تهود راس الزمر. يلا اللي بغات تمشي، يلا وليدي كلتا، يلا بحالنا شدو باسبور. يلا اوه واه، صافي جايين كازا، غنشدو ترونسبور.